تشهد الأسواق الشعبية في العشر الأواخر من رمضان حالة من الرواج الاستثنائي، فالمغاربة يحرصون على الاحتفال بالعيد وفق عادات وتقاليد محددة، على رأسها اللباس التقليدي أو الجلباب المغربي. جلباب كتخيط باليدوي ماشي بالماكينة، يعني كيستعملوها الناس كثير في المناسبات، في الأعراس وفي الأعياد، يعني حاجة يعني ما عندناش البديل عليه حنا، يعني كتلبس جميع المناسبات. ويعود الجلباب المغربي أو الجلابة كما تسمى محليا إلى مئات السنين، لكن تصاميمها وأثوابها تطورت مع الزمن، كما لا يخفي باعتها اهتمام المشارقة المتزايد بهذا اللباس المغربي الصرف. اللباس التقليدي ديالنا المغربي عند الصعيد المغربي، عند الصعيد العالمي في المغرب ولا على العالم. دابا أول شيء هو الدول الخليج كيحبوا اللباس المغربي التقليدي، وعندنا دول أخرى تتنافس معنا بحال الصين، بحال دوما عاد تيديروا داك اللباس التقليدي ديالنا، عاد تيجيو تيديروا قرصنة عندنا في المغرب. وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على أساليب عيش المغاربة لا سيما في المدن حيث تكاد تطغى المظاهر العصرية، إلا أن المناسبات العائلية والدينية تفرض على المغاربة التقيد بزي يعيد إليهم روح الانتماء. لم تفلح السنون في تغيير نظرة المغاربة إلى جلبابهم، وصمد أمام الزمن مستعينا بمصممين أعطوا لهذا الثوب ملامح اجتمعت فيها العراقة بروح العصر. يونس إتياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.